بسم الله الرحمن الرحيم. بنتكلم على الالجوريزم بتاع الهايبركاليميا. بداية هو بيقول ان احنا عندنا البوتاسيوم عالي وفي طوارئ البوتاسيوم. بمعنى كده ان تعريف البوتاسيوم الطوارئ ده معناه ان البوتاسيوم يكون عالي رقم 6 او اي رقم مع اي سي جي تشينجز. في الحالة دي احنا مش هندور على سبب، احنا هنخش على الامرجنسي ثيرابي، مش ان هو لايك الكالسيوم جلوكونيت والجلوكوز الانسولين والانهيلر بيتا 2 اجونست. طيب لو البوتاسيوم مور ذان 5.5 يعني عالي لكن مش الرقم 6 او ما فيهوش تشينجز، بنتاكد في الاول ان ده مش سولو هايبركاليميا، وبالتالي ده يعتبر الكلمه دي معناها ان احنا هنعيد العينه مع بريكوشنز. الانبوبه ما تكونش، ما نقلبش في الانبوبه، ما نربطش التورنيكي جامد على دراع العيان وهكذا. طيب لا ستيل عالي برضه، طلع اكتر من 5.5 لكن ما فيش طوارئ، يبقى انا هبتدي امشي احاول اوصل لفكره تساعدني من غير ما اعمل مور انفستيجيشن. فدي هتبقى من السيمبل لابس او من الهيستوري. فلو طلع مثلا ان العيان ده بياخد بوتاسيوم او بياخد سبيرونولاكتون او باي دواء ممكن يرفع البوتاسيوم، يبقى انا هتريت وري ايفالويت بالشكل ده. مفيش داعي ان انا امشي في الباقي اللابس بالشكل اللي هو ممكن يبقى معقد شويه او حتى مكلف شويه وهكذا. طيب لا، كمان ممكن يبقى في ايفيدنس في كلام العيان على انه حصل شيفت، البوتاسيوم خرج نتيجه حاجه معينه في الدم تقيله، المجموعه بتاعتها تقيله، اضطرت تدخل الخليه وتطلب مكانها البوتاسيوم زي المانيتول، او اللي عنده سكر، او اللي عنده بياخد 6-9 كولين، او اللي عنده بياخد ديجوكسن، او اللي عنده بياخد بيتا بلوكرز، او العيان عنده اسيدوزس، او العيان خد ارجينين زي ما تعرف السنه الجايه في الليفر، او العيان ده متشخص بهايبربيريك باراليسيس. يعني المشكله دي مش نتيجة تون عالي ولا مش نتيجة إن في حاجة زي دراج، لكن ممكن تكون عيب في الخلية نفسها أو عامل اكسرسايز أو الإنسولين بتاعه قليل. خلاص يبقى أنا مفيش داعي برضه أكمل. طيب ناخد بالنا في اللي جاي بقى. اللي جاي بيقول إن المفروض إن الهايبر كاليميا بيبقى معاها زيادة في الاكسكيوشن بتاع البوتاسيوم في الدم. أي هايبر كاليميا منطقي كده بلوجيكال كده معاها زيادة في البوتاسيوم في الدم. فلو انا عملت يورين ولقيت البوتاسيوم قليل، يبقى ناخد بالي في هنا مشكله. قد تكون كلى، فشل كلوي يعني، وقد تكون لا مش مشكله، ممكن تكون هرمونز، ممكن تكون الهرمونز القليله اللي بتطرد اللي بتطرد البوتاسيوم زي الالبوستيرون مثلا، الاكل بتاعته قليله. خلاص فقد يكون الفكره بالشكل ده. قالوا خلاص نعمل يورين الكترون، البوتاسيوم طلع قليل، دي مساله مهمه كتير، ده اللوجيك. فانا مش هعمل تي كي جي اللي هو ترانس تيوبلر بوتاسيوم جريدينت الا لما اعرف البوتاسيوم اصلا زياده. طلع زياده خلاص هرجع للي فات، اللي هو يا اما يكون ولذلك في المساله لو جت كيس يعني ابص البوتاسيوم في اليورين عالي ولا عالي، خلاص ده اللوجيك همشي بقى معاه، ان ممكن يكون هايبرتونيك، هايبرجلايسيميا، سكسنال كولين، مش عارف اسيدوزس، بريودك باريس، وات ايفر، او يكون العيان بياخد بوتاسيوم. خلاص؟ طيب لا والله البوتاسيوم طلع قليل. هنا بقى في معضله. قليل هو وفي الصوديوم؟ لا، يبقى خلي بالكم ممكن يكون هارت فيلير. البرفيوجن بتاع الكلى بيقل، وبالفيوجن اسف في الدم بيقل، هايبوفوليميا موجوده او هارت فيلير بيقلل بلاد فلو للكيدني، اللي هي بقى بيقول لك ان احنا بنقيس الجلوكوز السكر. طب قايل معايا احنا هنخش في الديكريز ديستال سوديوم دليفري، دي لو دورت فيها هتلاقيها مثلا هارت فيلير على سبيل المثال. طبعا مش هارت فيلير بس، لكن حاجات كتير. لا السوديوم ملوش دعوه، السوديوم بيخرج. يبقى انا هعمل الانجريدينت ده هيفيدني يعني. بص الانجريدينت في العادي رقم كبير، لو البوتاسيوم كان بينزل عادي فالجريدينت يقول لك مثلا من 8 ل 12 لو كان بينزل كتير البوتاسيوم. خلاص؟ لكن البوتاسيوم بينزل قليل. طيب البوتاسيوم القليل ده كله بيطلع بره. بيطلع بره ليه اكتر من 8؟ قالوا اه يبقى عنده تيوبلر ديسفانكشن. مع ان البوتاسيوم قليل الا ان التي تي
كي جي اللي هو الترانس تيوبلر بوتاسيوم جريدينت طالع عالي برضه، لسه البوتاسيوم بيخرج من التيوبولز، يعني الكميه اللي بتوصل كده نفسها قليله، يبقى ده تيوبلر ديسفانكشن، وده بيحصل في الادفانس ادرينال فيلير. ليه؟ لان في الادفانس ادرينال فيلير زي خد بالكم من الحكايه دي، لو طلع البوتاسيوم الكي تي جي كده اكتر من 8 وعندي مش فرق قليل، يبقى ده هو فعلا دي المشكله، المشكله هي السبب. ليه؟ لان التيوبولز بتحاول على قد ما تقدر، التيوبولز بتبقى بايظه، تحاول تحافظ على الحاجات المهمه وتطرد البوتاسيوم، وتطرد تلاقي العيان في عنده نص لحاجات كتيره بتطرد، بيسموها لوزنج ساعات نفرج، بتحصل لما يكون الجي اف ار اقل من 20 مللي مول، تمام؟ او يكون الاكسترا سيلول فلويد قليل، نفس ممكن تمشي مع الاكسترا سيلول فلويد، لو ما لقيتش الجي اف ار قليل ممكن يكون الاكسترا سيلول فوليوم نفسه قليل. طب وليه في الاكسترا فوليوم قليل الترانستر؟ يقول لك اصل برضو الجسم في حاله ما الفوليوم يقل بيحاول على قد ما يقدر يعني يكيب الميه، يحافظ على الميه يعني خلاص، فيروح واخد الصوديوم للدم واخد معاه الميه خلاص، ويطرد البوتاسيوم. فانا عندي برضو الكي تي جي، كي جي ده لو له سوري لو فيري هاي، رغم ان الصوديوم البوتاسيوم اللي وصله قليل اصلا، يبقى انا عندي حاجه من الاثنين، يا اما الفوليوم اللي وصل الكدني قليله، يبقى الكدني بتطلب بوتاسيوم مش عايزه، عايزه صوديوم وعايزه الميه، يا اما العين عنده ادفانس رينال فيلير وكل حاجه بتخرج من التبيول بالشكل ده على انه يوزك. لا انا عندي لا لا قليل، دي الترانس تيوبلر بوتاسيوم جريدينت قليل اقل من 5، يبقى كده في مشكله في الهرمونز اللي بتشتغل على التبيولز اللي المفروض بتطرد البوتاسيوم بره اللي هو الالدوستيرول. فايه رايك ندي الدوستيرون ونشوف؟ لو ادينا الدوستيرون يعني اتحسن، يبقى انا عندي سبب اللو الدوستيرونيز. اللو الدوستيرونيز ده رينال هايبر رينال هايبر الدوستيرونيز، في هايبر رينال هايبر الدوستيرونيز. الهايبر معروف اللي هو اديسون سوري اللي هو كونز، اللي هو ده بيتقال على انه برايمري ادرينال انسفيشنسي او ايزوليتد ادرينال انسفيشنسي او وهكذا، او الهيبرين بوظ الجلاند وبقى ما فيش الدوستين، حصل نزيف جوه الجلاند ما فيش الدوستين وهكذا. طب لو 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 الرينال كمان لو معانا بالمره خلاص، قالوا لو الرينال معانا لو ده بيحصل في السكر، بتعمل اتروفي الجلاند وبوظ الرينال، بيحصل في حالات البلومينوفرايتس بوظ الرينال خلاص، بيحصل في حالات بعض انواع التيوبل انفكشن ديزيز نان ستيرويدال وهكذا. لا والله ده احنا بعد ما ادينا الدوستيرون زي ما هو قليل، يبقى العيب مش في الالدوستيرون، العيب بقى ممكن بعض الادويه تكون عملت، بعض الادويه ممكن تعمل هذا الشكل، تبوظ الريسبتور بتاع الالدوستيرون. مين اللي ممكن يبوظ الريسبتور بتاع الالدوستيرون؟ الاميلورايد، ممكن الدوز الهاي دوز من السبيرولاكتور، ممكن الصلفه، ممكن الكالسيوم انهبيتورز اللي هي زي اللي اسمه نيورال او اللي هو دواء الزراعه ده خلاص وهكذا. يبقى ايه، طبعا في بعض الحاجات بتعمل ده وده، فتبقى معضله شويه، يعني في مثلا تيوب انتشار ديزيز هي ممكن تعمل حاجات كتيره من ده وده، لكن دي المعنى او الفكره العامه بتاع هذا الموضوع، ان انت تحط في المركز البوتاسيوم في الهايبر كاليميا في اليورين عادي اصلا. لا لو كان قليل هتعمل انت ساعتها الجديد، الجديد لا والله لسه عالي، لسه عالي. ده معناه ايه؟ معناه ان احنا عندنا يا اما البلاد فلو اللي بيوصل للكلى قليله، فالكلى بتحاول تطرد الحاجات اللي بالنسبه لها شايف مش بتحافظ على الفوليوم، الاكسترا سيلولار فوليوم اللي يحافظ على الصوديوم، طبعا الصوديوم بتطرد البوتاسيوم. او يكون انا عنده ادفانسد رينال فيليا، فالتوبيولز بايظ اساسا مع الكلى مع كل حاجه، فبرضه نفس الكلام بتطرد البوتاسيوم. لا ده التي جي التي تي جي كي او الكي جي ده لا لسه لو لو، يبقى الهرمونز المشكله. الالدوستيرون هنحطه ونشوف، حسني يبقى ده هايبو الدوستين، الهايبو الدوستين نوعين، هايبر رين هايبر الدوستينز، وده اكثر السكر كمثال، والهايبر رين هايبر الدوستينز، وده اكثر مثال ليه طبعا هو مرض كومز اللي هو بيسموه برايمري هايبر الدوستينز. لا احنا بعد ما ادينا الدوستين ما حصلش حاجه، ما حصلش حاجه، ده التبيولز هي اللي مش مستجيبه، دراجز كتيره ممكن تعمل ده مع برضه تيوبلو انترستيشال ديزيز
وبعض الحاجات التانية اللي ممكن في وجهة نظري مش مهمة قوي لأنها هتيجي بعد كده في المنهج، ممكن في السنين اللي بعد كده. لكن أشهرها مثلا الزئبق، هتلاقوه بيعمل كده، من الحاجات المهمة جدا. ملخص هذا الدرجة.